أهلا بحضراتكم من جديد. تفقدت وزيرة الصحة هالة زايد اليوم مستشفى معهد الرمد ومعهد القلب القومي للاطمئنان على مرضى قوائم الانتظار والتأكد من تقديم الخدمة الطبية على النحو الأفضل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة. تأتي هذه الجولة تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن اليوم هو يوم العطاء، إذ ستعمل جميع المستشفيات بكامل طاقتها بجميع فرقها الطبية لإنهاء جميع الحالات المحولة إليها عبر الموقع الإلكتروني والخط الساخن من خلال غرفة العمليات المركزية لمرضى قوائم الانتظار التي تم تدشينها. قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن معهد الرمد لا يقود حملة القضاء على قوائم الانتظار فحسب، بل يقود أيضا منظومة البحث العلمي وأمراض العيون في مصر بعد أعمال التوسعة التي وصلت لعشر غرف عمليات بالمعهد. أنا النهاردة في معهد الرمد التذكاري، ده أحد المعاهد أو أهم معهد رمد في مصر، بيقود منظومة العلاج في أمراض العيون، والصرح دوت تم ضم ليه مع مستشفى رمد الجيزة، وبقى كله كيان واحد متكامل بتوسعات 10 غرف عمليات وزيادة في عدد الحالات، والتردد حوالي 1200 حالة في اليوم. النهاردة المعهد بيقود منظومة القضاء على قوائم الانتظار في أمراض العيون، سواء كان القرنية أو المية البيضاء. هو المعهد المرجعي والمستشفى المرجعي في وزارة الصحة، وطبعا في 24 مستشفى في جميع محافظات مصر. المعهد بإمكانياته وبناسه قدر ان هو يبدأ يقضي على قوائم الانتظار. المعهد ده عمره أكتر من 104 سنة، وإنشاؤه في سنة 1914. الكوادر اللي فيه على أعلى مستوى في مصر كلها. أنا بشكر كل القائمين على العمل في المعهد، ومتوقع منهم أكتر وأكتر، وهم بيقودوا مش بس إن هم بيقضوا على قوائم الانتظار، لكن هم كمان بيقودوا منظومة التعليم والبحث العلمي في أمراض العيون في مصر. طبيا أيضا وعلى مستوى الرعاية الصحية، تتواصل الجهود المصرية لمحاربة فيروس سي والقضاء عليه بعد أن كانت مصر تسجل أعلى المعدلات للإصابة بالمرض عالميا. جاءت توجيهات الرئيس السيسي في هذا الإطار لتشكل بارقة أمل للقضاء على المرض في إطار مبادرة إعلان مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020. مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في خطابه أمام البرلمان التزامه بخطوات إصلاحية كبيرة في القطاع الصحي، وبعد أقل من شهر تم إطلاق حزمة من الإجراءات التي تضمن النهوض بالمنظومة الصحية بتكلفة تقديرية تصل إلى 18 مليار و200 مليون جنيه. وفي مسارات متوازية، بدأت وزارة الصحة مشروع التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى انطلاقا من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه. كما انطلق مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، واستفاد منه حتى الآن أكثر من 3000 مريض من إجمالي 12000. كما تعد تجربة مصر في علاج فيروس سي هي الأولى من نوعها، بعدما وضعت الدولة خطة لإعلان مصر خالية من الالتهاب الكبدي الوبائي في عام 2020، بعدما كانت أكثر الدول على الإطلاق في عدد الإصابات بهذا المرض. ونجحت هذه الخطة في التوصل لإنتاج عقار سوفالدي محليا بسعر يمثل 1 إلى 1000 من السعر العالمي. ووفقا لخطة تطوير الرعاية الطبية، فإن منظومة القضاء على فيروس سي ستكلف الدولة 5.6 مليار جنيه، وتستهدف خفض معدل انتشار التهاب الكبد الوبائي مع تنشيط المسح الشامل لنحو 45 مليون مواطن وعلاج المصابين المكتشفين وإنهاء قوائم الانتظار الحالية. وحظيت تجربة مصر في علاج فيروس سي بإشادات دولية، كان آخرها من مجلة أتلانتيك الأمريكية التي قالت عن تجربة مصر إنها تمحي الفيروس من أجساد مرضاها بوتيرة غير مسبوقة عبر علاج ثوري. كما قررت منظمة الصحة العالمية تقييم الحملة القومية في مصر لنقلها لبلدان أخرى بعد نجاحها. للمزيد في هذا الشأن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ الدكتور أشرف عمر، أستاذ زراعة الكبد بجامعة القاهرة. دكتور أشرف، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أين كنا وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، من دولة تسجل واحدة من أعلى معدلات الإصابة بفيروس سي في العالم إلى دولة يصفها تدرس أدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية بأنها تقوم بعمل تقريبا يوصف بالقياس؟ زي ما حضرتك قلت الحقيقة، يعني حاجة من اليمين للشمال، حاجة شبه إعجاز إن أكتر دولة على مستوى العالم بمعدل إصابة بفيروس سي
إلى دلوقتي الدولة الرائدة برضو على مستوى العالم في القضاء، منظومة القضاء على فيروس سي. إرادة سياسية وبقت سياسة دولة، سياسة دولة، سياسة وشعب. أمة أرادت القضاء على هذه المشكلة لأنها مشكلة أمن قومي، زي ما حضرتك عارف هي مشكلة أمن قومي، لأنها مش بتصيب بس الصحة بس، بتصيب بيوت كثيرة جدا في مصر، وبالتالي بتؤثر تأثير مباشر على الاقتصاد المصري وعلى الإنتاج في مصر. إذن كان المواجهة هذه المشكلة كانت مواجهة بصورة غير تقليدية، يعني الفكر out of the box، يعني التفكير الغير تقليدي، مع فضل كبير جدا من ربنا وإرادة سياسية قوية إن احنا نمرة واحد قدرنا نجيب أحدث دواء في العالم أو أحدث عقارات في العالم في القضاء على فيروس سي. كانت أول مشكلة إنها غالية جدا، قدرنا بالمفاوضات مباشرة مع الشركات العالمية إن احنا نخفض السعر ونجيبه، زائد الخطوة الكبيرة اللي اتعملت إن احنا سمحنا لأكثر من شركة مصرية لتحضير هذا الدواء وإيجاده في مصر، فبقى المتاح كبير جدا، أكثر من حوالي أكثر من 15 شركة مصرية بتتيح وجود العقار لعلاج فيروس سي، زائد العقار الأجنبي برضو موجود، كل الأعداد اللي موجودة تم علاجها، يعني كل اللي قدم اللي كان عارف أنه هو عنده فيروس سي وقدم على الإنترنت في المراكز من مركز مراكز وزارة الصحة علشان ياخد علاج خد العلاج. ما فيش حد النهاردة عنده فيروس سي في جمهورية مصر العربية ما بيتعالجش، وعنده كذا مشكلة، عنده كذا أوبشن أو كذا حاجة. نمرة واحد إن هو يجيبه على حسابه الشخصي، وبقى سعره زهيد لدرجة إن هو بقى يعني متاح لكل الناس، يعني ثمن علبة مضاد حيوي أو حاجة مضادة للحموضة. الحاجة التانية إن هو ممكن يتعالج على نفقة الدولة. الحاجة التالية إن هو عنده التأمين الصحي، فإذا الحمد لله العلاج متاح للجميع. القصة التانية زي ما حضرتك عارف إنه تم لا هو أنا في الجزئية الأولى المرتبطة بالوصول لمعادلة دواء بفاعلية الدواء الأجنبي بالزبط. لكن بالمواصفات المصرية وبالمقاييس المصرية على مستوى ثمن، هذه مسألة سأحاول التعرف من حضرتك على طبيعتها وكيف أمكن الوصول إليها. لكن قبل ذلك نتحول للمؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة هالة زايد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار في معهد القلب من بابا في إطار هذه الجولة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الحقيقة بشكر معالي وزيرة الصحة والسكان الأستاذة الدكتورة هالة زايد على يعني إتاحة الفرصة لي أن أنا أكون موجود في هذا الصرح الطبي العريق وهو معهد القلب. الحقيقة معهد القلب بيقوم بعمل جليل جدا وعمل رائع في هذا المجال المتخصص، وياما خرج من هذا المكان عمالقة جراحات القلب في على مش بس على مستوى مصر، لكن اتصور على مستوى العالم العربي، وكمان منهم اللي خرج وبقى متفوق جدا على مستوى العالم. فالمكان اللي احنا فيه النهارده ده الحقيقه فخر ان ينتمي ليه اي انسان، فخر ان يزوره اي انسان، لان اللي انا شفته من كم العمل والمجهود، احنا بنتكلم على يوم اجازه اسبوعيه، ومعلوماتي ان هو بيشتغل 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع، يعني بنتكلم على عدد برضو معلوماتي ما يقرب من 13 ألف حالة قسطرة بتعمل سنويا، يعني لنا أن نتخيل المجهود الكبير اللي بيتم داخل هذا الصرح في خدمة المريض المصري علشان نقدر أن احنا نعمل أي جهد نقدر على ضوءه أن احنا نوفي الالتزامات اللي علينا. الحقيقة الالتزام اللي احنا في صدد وجودنا النهاردة مع معالي وزيرة الصحة وهو الانتهاء من قوائم الانتظار. ويمكن أنا حضرت في أول يوم التكليف من السيد رئيس الجمهورية، وكان التكليف واضح جدا في أول خمس دقائق من الاجتماع مع الحكومة الجديدة. يمكن وجه سيادته أن هذا الموضوع ياخد أولوية كبيرة جدا من وزارة الصحة ومن كل الجهات المعنية. في نهاية الأمر هو مريض واحد، وهي هيئة أو وزارة هي مسؤولة عن صحة المواطنين وهي وزارة الصحة، ولكن تتعدد الخبرات وتتعدد الإمكانيات، وكان دائما لابد أن يكون هناك تكامل ما بين مقدمي الخدمة. الجامعات المصرية ما يقرب من 110 مستشفى بتشوف حوالي 17 مليون عيان في السنة،
تعمل أكتر من 250 ألف حالة من التيرشري كير سنويا، وجود بالإضافة إلى المعاهد العلمية والهيئات العلمية التابعة لوزارة الصحة الاثنين بيقوموا بعمل كبير جدا لخدمة قطاع كبير من المرضى، كان لابد أن يحصل تعاون الحقيقة وترابط، وده اللي عملته معالي وزيرة الصحة الحقيقة من أول يوم، ودعيناها في مجلس أعلى للجامعات، وحصل التكليف مني شخصيا لكل زملائي رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب أن يكون هناك تعاون غير مشروط. غير مشروط بمعنى أن معالي وزيرة الصحة والسكان أو حتى مدير مديريات الصحة في المحافظات لهم أن يتواصلوا مباشرة في أي لحظة ليلة أو نهار مع عميد الكلية أو مع رئيس الجامعة دون الرجوع لي، لأن في نهاية الأمر إحنا بنتكلم على منظومة واحدة عايزين نعمل فيها إنجاز. الموضوع ده تم الحقيقة، ما كانش كلام فقط، وأسفر عن نجاحات كبيرة جدا في عدد أيام قليلة. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، بنتكلم على 88 عملية قلب مفتوح تمت من قوائم الانتظار في المستشفيات الجامعية، بنتكلم على 497 حالة قسطرة للقلب في المستشفيات الجامعية، عدد عمليات زراعة الكبد 6 عمليات زراعة كبد، 3 في عين شمس و3 في أسيوط من قوائم الانتظار. أيضا عملية المفاصل وتغيير المفاصل كانت ما يقرب من 120 عملية جراحية، عمليات جراحة المخ والأعصاب 73، عمليات الأورام 82، عمليات زراعة القوقعة 16. إجمالي عدد الحالات في فترة زمنية يمكن زي ما معالي وزير الصحة قالت احنا ابتدينا يوم 6-7، يعني effectively ابتدينا نشتغل 6-7. أنا متأكد أن هذا العدد اللي هو وصل لحوالي 1100 حالة في هذا، يعني بنتكلم على حوالي 20 يوم، ما يقرب من 20 يوم. هذا حجم الإنجاز اللي تم علشان في نية صادقة وعشان في تنسيق وعشان في يعني ناس قعدت وقالت ان احنا ان شاء الله هننتهي من قوائم الانتظار في زي ما وعدنا الدولة وزي ما وعدنا ست الرئيس في فترة زمنية لا تتعدى الستة اشهر، مع تفعيل طبعا الرقم ومع تفعيل ان احنا الحالات دي بتيجي كل يوم وبنقدر عندنا دلوقتي ميكانيزم. طبعا احنا ما اكتفناش بكده عشان ما حدش يفكر يقول هو احنا هنشتغل بس على قوائم الانتظار، لا، التطوير، التكامل، التدريب الخاص بكل إمكانيات الجامعات المصرية في متناول وزارة الصحة ومعالي وزيرة الصحة والسكان. اتكلمنا أيضا على أن يكون في منصة إلكترونية تستطيع بها الجامعات والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة المنتشرة على مستوى المحافظات أنها تشوف بعض، تشوف عدد الأسرة اللي احنا محتاجينها إذا كانت في العناية المركزة أو في الحضانات أو في أجهزة غسيل الكلوي أو ما شابه ذلك. المهم أن يكون في بورتل أو في نظام إلكتروني يربط كل المستشفيات ببعض. أنا شايف الحقيقة إن شاء الله أن اللي احنا عملناه في 20 يوم في الصحة وفي القوات المسلحة وفي الشرطة وفي الجامعات بداية مبشرة جدا، بداية تدل على أن هناك نية صافية في التعاون والعمل الجاد لإنجاح هذه المنظومة اللي احنا عندنا كل ما نحتاجه، عندنا المستشفيات، عندنا الكوادر العظيمة زي اللي أنا قاعد فيها النهاردة الدكتور عادل إمام، وهو مؤسس كبير وهو يعني رجل في هذا التخصص من أكبر المؤسسين اللي ليهم مدارس علمية في هذا المعهد العريق، وهكذا الحقيقة في الجامعات المصرية. فإحنا لا ينقصنا شيء الحقيقة غير أن إحنا نتكامل وننظم العمل في بيننا علشان الإنسان المصري البسيط يقدر يلاقي عناية كما يستحق. أشكركم على وجودي في هذا الصرح العظيم، وإن شاء الله يعني مش معاش ولا حاجة دكتور، يعني ما فيش دكتور بيطلع معاش بالمناسبة، وإنت عارف كده كويس إنت يعني إداريا ممكن، لكن عطائك هيظل زي ما هو. أشكركم وأشكر معالي الوزير على دعوة. شكرا. مساء الخير، تاني برحب بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وأثني على مجهود المستشفيات الجامعية في منظومة متكاملة معانا عشان نقضي على قوائم الانتظار. الحقيقة وجودي في معهد القلب بيمثل لي بشكل شخصي يعني
حاجة خاصة بالنسبة لي، لأن شرفت في أول عهد سيادة الرئيس في 2014 في شهر آخر 6/2014 أن أنا أكلف جزء من تكليفاتي كانت مشروع تطوير معهد القلب. تزاملت مع كل العاملين في معهد القلب، وكان شرف لي أن أنا أشتغل معهم وطورنا معهد القلب. معهد القلب منذ هذا التاريخ أصبح معهد يمتلك قدرات بنية تحتية وتجهيزات على أعلى مستوى، وبالإضافة للعقول المميزة اللي بتقود في وزارة الصحة وفي كل مصر منظومة جراحات القلب وأمراض القلب في مصر. فأنا بحييكم كلكم، وشرف لي أن أنا أكون موجودة في وسطكم، والمكان مش غريب عليا، وأنا حاسة يعني بالراحة كتير، وكمان أن أنا كجزء من المكان. الحاجة الثانية، منظومة زي ما قال معالي وزير التعليم العالي القضاء على قوائم الانتظار، ودي كانت ضمن حزمة برنامج رئيس الجمهورية لوضع منظومة التأمين الصحي في التنفيذ، وكان من ضمن الحزمة هي ان احنا نعدل العوار في المنظومة الصحية وبالذات في قوائم الانتظار. اشتغلنا كلنا، عملنا قاعدة بيانات وقلنا مصر كلها تمتلك ايه من أسرة رعايات وقود عمليات وأساطر، وشفنا القوى البشرية ووزعنا كأننا منظومة واحدة سواء وزارة الصحة أو الجامعات المصرية. من الوقت ده ولما أطلقنا الأسبوع اللي فات أو من 10 أيام التسجيل والكول سنتر، زي ما قلت معالي وزير التعليم العالي من شوية، فوق التوقع بصراحة، فوق التوقع اللي حصل، والإقبال من كل كالعادة الطبيب المصري والممرضة المصرية والقائمين على العملية الطبية في مصر ساعة الأزمات بنلاقيهم بشكل يدعو للفخر. فمعدلات التنفيذ فقط الجدول الزمني المتوقع. احنا انتهينا مع الجامعة بالإضافة الإحصائية اللي قالها سيادة الوزير، الإجمالي بقى مصر كلها بوادي النيل والجيش والشرطة وكل المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة أكتر من 3800 حالة في حوالي 3 أسابيع بالضبط. وعندنا شفافية جدا، لأن احنا مش مستنيين أن احنا نشوف القوائم اللي عندنا. احنا أطلقنا الويب سايت والكول سنتر عشان الناس نفسها تسجل ونتواصل معها بشكل شخصي ونشوفها حتى بعد العمليات عملوا إيه. منظومة قوائم الانتظار هي جزء من منظومة التأمين الصحي، لأن برضو زي ما قلت أن الخدمة دي وتسعيرها في 9 تداخلات طبية حرجة احنا اشتغلنا بيها بتسعير التأمين الصحي الجديد اللي انتهينا منها من حوالي اسبوعين، واقرت وشغالين بنشوفها كأننا بنعمل التأمين الصحي او بننفذه على مستوى مصر. الفترة الجاية فترة واثقة فيها جدا ان الكوادر البشرية في وزارة الصحة والجامعات المصرية اللي قادت وعدت ببلدها في أحلك الظروف وفي الأزمات السنوات من 25 يناير لغاية فترة الاستقرار وتولي سيادة الرئيس، الفترة دي الناس كانت بتشتغل فيها جنود مجهولة، واثقة إن هم كمان هيكملوا المسيرة. شكرا ليكم كلكم، ومن هنا بشكر مش بس معهد القلب، بشكر كل العاملين في القطاع الصحي في وزارة الصحة وفي الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة وادي النيل وكل المستشفيات الخاصة اللي كمان بدرت معانا وكلمونا امبارح أعلى مستشفيات خاصة في البلد، وهم يعني قد كده هم عايزين يشتغلوا معانا في قوائم الانتظار. أنا متأكدة إن شاء الله واثقة بإذن الله يا رب إن احنا هنعدي 6 شهور ونخلص قوائم الانتظار، لكن هيبقى علينا عبء الاستدامة ومنع قوائم الانتظار. واثقة من قيادة معهد القلب لمنظومة علاج جراحات القلب والقسطرة وأمراض القلب في مصر، وإن هو لوحده كفيل لوحده إن هو يمنع قوائم الانتظار. الإحالة، منظومة الإحالة هتتكامل. أشكركم جميعا، وإن شاء الله المريض المصري في عينينا كلنا، وأرجو إن من عوامل الاستمرار والنجاح هي التدريب والتعليم، ووجود الجامعة ووجود هيئة المستشفيات التعليمية هم اللي هيقودوا منظومة التعليم المستمر للأطباء والتمريض، علشان نوصل لخدمة يستحقها المريض المصري. أشكركم جميعا.
تابعنا ايضا مع حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي المشترك من داخل معهد القلب امبابة في محافظة الجيزة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار ووزيرة الصحة هالة زايد. في المجمل ما تم الوصول اليه بعد ثلاثة اسابيع من مبادرة الرئيس السيسي بالقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة والعمليات 3800 حالة، هذا فقط في 3 اسابيع، على ان يتم بعد ذلك اعادة النظر في منظومة الإحالة ووضع المسألة في اطار متكامل اكثر من ذلك. هذا ما احصته وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. نعود مجددا إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور أشرف عمر. دكتور أشرف، الحديث حول فكرة القضاء على أي مرض من الأمراض الشديدة الوعورة كفيروس سي أول ما يتبادر إلى الذهن الكلفة اللي ستكون على المستوى الاقتصادي، كيف أمكن الوصول لهذه المعادلة التي تبدو مصرية خالص؟ أنا بس عايز أعلق على بسرعة كده على المؤتمر الصحفي الجميل ده، كانت خطوة موفقة جدا في التعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي علشان نوسع الدائره ونوسع الكاباسيتي او نوسع الامكانيات للقضاء على قوائم الانتظار ما بين الحاجات اللي هي مستشفيات وزاره الصحه ومستشفيات التابعه للمستشفيات والمعاهد التعليميه وبعض المستشفيات الخاصه. دي خطوه في منتهى الجمال الحقيقه، ودي بتحسن المنظومه الطبيه والعلاج بصفة عامة في مصر، فهي خطوة موفقة جدا الحقيقة. بالنسبة لموضوع فيروس سي ده، الكلفة وقبل الكلفة هو توفير العقار من الأصل، لأن كانت مشكلة توفير العقار من الأصل دي كانت مشكلة كبيرة جدا، كان لسه دواء لسه حديث الظهور، كان في بعض لسه مش منتشر، وجوده غير منتشر، و بما انه هو لسه كده في هذا الطور فبيبقى تكلفته عاليه جدا. فدي كانت اول تشالنج او كانت اول تحدي كبير يعني. قدرنا بعد مفاوضات مع الشركات المنتجه ان احنا نوفره لمصر باقل من تكلفته بكثير جدا، بواحد على 1000، يعني العلبه اللي ب 60,000 دولار احنا وفرناها باقل من 1000 جنيه. وبدا دي كانت اول خطوه. الخطوة الثانية ان احنا سمحنا للشركات المصرية انها تدخل في هذا المجال، ودايما حضرتك عارف ان التنافس بيبقى دايما في مصلحة المريض. لما بيكون في اكتر من شركة التكلفة بتقل، وبالتالي توفير العلاج هيكون بصورة افضل بكتير جدا، وده اللي حصل فعلا. حوالي اكتر من 15 شركة مصرية النهاردة موجودة بتوفر العلاج بصورة تكلفة زهيدة جدا. اذا وجود العلاج المناسب او العلاج المثالي بقى موجود في مصر، والتكلفه بقت زهيده جدا. مفيش حد النهارده ما يقدرش ياخد علاج فيروس سواء عن طريق الدوله او التامين الصحي او حتى ينزل يشتريه من اي صيدليه، لانه بقى زهيد الثمن، فما بقاش فيه اي مشكله خالص. الكثير من الجمعيات الخيريه بتوفر العلاج بالمجان النهارده، بقى بتعمل الكثير من الخدمات بالمجان. فدي أول خطوة وتمت بنجاح كبير جدا، هو توفير العلاج. دي نمرة واحد، علاج أكبر عدد ممكن من المرضى، لحد ما وصلنا إن ما بقاش فيه أي قوائم انتظار موضوع فيروسي. لكن بقى فيه تحدي تاني زي ما قال سيادة الرئيس، احنا عايزين ننهي على هذه القضية كلها. إذن لابد من الجزء الثاني من احنا كنا الخطة. أشرف، نملك قاعدة أصلا للمصابين بفيروس سي، ولا المسألة كانت مرتبطة بالمسح الطبي اللي بيتم؟ لا، احنا عملنا هذا مع توفير العلاج. أنشأنا أكثر من 100 مركز على مستوى جمهورية مصر العربية سواء في بحري أو وجه قبلي لتوفير العلاج وتقديم العلاج، وهذه المراكز بقت لمتابعة المرضى كمان، يعني بتقدم العلاج وبتتابع المرضى لحين الانتهاء من العلاج ولحين الشفاء أمر الله. ومن هذا من خلال هذه المراكز بقى في قاعده، بقى في قاعده قويه جدا لمرضى فيروس سي. الخطوه اللي بعد كده هو اكتشاف الناس المرضى اللي عندهم فيروس سي وما يعرفوش، ودي نقطه مهمه جدا، لانه في الكثير من الناس الفيروس ملوش اعراض. فلما نيجي نبتدي نعمل مسح على مستوى مصر كلها عشان نكتشف الناس الموجودين اللي هم هو وجودهم كمان مشكله. ليه؟ لان هو بيبقى سورس، او ممكن هو كشخص يعدي حد تاني في المجتمع، فهو احد البؤر اللي ممكن يعدي بيها حد تاني في المجتمع، واحنا اوريدي عمالين نعالج. فلابد من مع تكمله منظومه العلاج هو ان احنا الاشخاص اللي غير معروفين
بالنسبة لينا واللي عندهم فيروس سي نكتشفهم ونعالجهم، وده اللي بتعمل دلوقتي. اتعمل بس طريقة الوصول ليهم، طريقة الوصول ليهم حصل كالآتي: ان في في بعثات مسح في القرى والمراكز على مستوى مصر. وحضرتك سألتني قبل ما نبتدي الأرقام قد إيه، في بعض القرى كانت نسبة الإصابة فيها بعد المسح تصل إلى 100% في وجه بحري بالذات. رقم مرعب يعني، وفي محافظات بعينها كانت بتحظى بأرقام كبيرة، لكن بالزبط. مسألة إن في بعض القرى بتسجل 100% ده شيء مخيف 100% يعني. لا بس والخبر الكويس تم علاجهم بالتالي. صحيح، كل شخص بيتم اكتشافه بيتم علاجه، لأن دي كانت أول خطوة. يعني أنا النهاردة ما أقدرش، كان زمان في الماضي ما نقدرش نعمل الحكاية دي. ليه؟ لعدم توافر العلاج المثالي. نعم. ما ينفعش أعمل مسح وأطلع عدد معين من الناس عندهم فيروس سي وأقول لهم ألف مبروك أنتوا عندكم فيروس سي، ما عملناش حاجة. إذا قبل الخطوة دي لما وفرنا العلاج المناسب بالسعر المناسب أنا أقدر أطلع أي عدد عنده فيروس سي، لأن أنا الحمد لله عندي العلاج المناسب. فدي الخطوة اللي هي بتتعمل دلوقتي، واللي أشار ليها سيادة الرئيس، المسح وتكملة المسح الشامل للمرضى. هو تزامنا مع طرق الأبواب اللي حضرتك بتشير إليه عبر بعثات من وزارة الصحة أو غيرها من المؤسسات المعنية. أيوة. المسألة متاحة مسح طبي لطلاب وأساتذة الجامعات مثلا على مستوى محافظات الجمهورية، المدارس. دي خطوة تانية. نعم. إن هو كان في قرى بعد كده بقى في كل الشركات، المعاهد، الجامعات، واحد ممكن قوي راح يجدد الرخصة بتاعته، والله بعد إذنك هنعمل تحليل. التحليل بياخد 3 دقائق، حاجة بسيطة جدا يعني. مجرد ان هو يعرف، احنا مش خايفين ان احنا ان هو يطلع عنده فيروس سي. المشكلة ما بقتش مرعبة زي زمان او بقتش خطيرة. عنده فيروس سي العلاج موجود، ونسبة الشفاء من العلاج تتعدى 95%، حاجة يعني. طيب بمناسبة نسب فعالية الدواء دكتور أشرف، أيوه، هل هناك فئات او شرائح معينه من مرضى فيروس سي الدواء بيحقق فعاليه اكثر معاهم؟ في شريحه لا سمح الله الدواء لن يكون منتج بالقدر الكافي معهم، طبيعه الكورس او المده العلاجيه؟ ده سؤال مهم جدا الحقيقه، وبنتساله كتير. طبعا كل ما الفيروس اكتشفناه بصوره مبكره قبل الاصابه وقبل ما بيعمل اصابه مزمنه زي تليف في الكبد، طبعا بتبقى نسبه النجاح. ورغم هذا ثبت كمان ان الناس حتى اللي عندهم نسب تليف نسب النجاح فيها معديه 90%، يعني حتى لو عنده تليف. لكن انا النهارده انا نفسي ان يكون العيان نكتشفه قبل ما يحصل له تليف عشان يبقى لسه كبده سليم. صحيح. ما هو هو هيتعالج، هيخف سواء عنده ما عندوش تليف هيخف، عنده تليف هيخف، يمكن نسب بتقل اقل شويه من اللي ما عندوش تليف. لكن ليه نستنى لما يبقى عنده تليف ما حصلت الاصابه؟ الخبر الكويس كمان انه حتى لو عنده نسبه تليف مع الانتهاء من العلاج والشفاء الكامل نسبه التليف بتقل. لما بنقيس نسبه التليف قبل العلاج وبعد العلاج بنلاقي نسب الـ بعد الشفاء نسب التليف بتقل، وده خبر كويس جدا بقول لكل الناس. طيب والخبر الجيد ايضا ان الزميله جرمين ابراهيم في معهد القلب هناك تتابع هذه الجوله، ومعها وزيره الصحه دكتوره هاله زايد. تفضلي جرمين. بالفعل أحمد، أرحب بك متابع معكم من المعهد القومي للقلب، الجولة التي قامت بها وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد بصحبة أيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار لمتابعة آخر التطورات التي تتعلق بتنفيذ أوامر السيد الرئيس والمبادرة الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار. وينضم إلينا في هذا اللقاء الخاص سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا وزيرة الصحة. وإذا بدأت حضرتك سيادة الوزير برحب بحضرتك في البداية، يعني دور المستشفيات الجامعية في التفاعل مع هذه المبادرة وتنفيذ أيضا مبادرة السيد الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار. هو احنا النهاردة جايين في دعوة كريمة من معالي وزيرة الصحة والسكان علشان نتفقد بعض الحالات اللي تم إجراء عمليات ليها في معهد القلب، المعهد العريق جدا الكبير اللي بيقوم بشغل في هذا المجال التخصصي بشكل كبير قوي. احنا قلنا ان رسالة مهمة ان احنا موجودين النهاردة مع معالي وزيرة الصحة والسكان، ان احنا دولة واحدة امكانياتها كلها لخدمة المواطن المصري البسيط، سواء بقى مستشفيات جامعية سواء كانت مستشفيات وزارة الصحة. احنا عندنا تكامل حاجات بتبقى احنا دايما محتاجين ان احنا نكملها، بتكملها لنا وزارة الصحة. ايضا كان بيبقى في بعض المستشفيات على مستوى الجمهورية ينقصها بعض الامكانيات البشرية في بعض التخصصات، احنا جاهزين التدريب والتأهيل. مش بس احنا المنظومة اللي بنتكلم فيها ليست فقط القضاء على قوائم الانتظار، هي تكليف هام جدا دهولنا سيادة الرئيس وقال ان احنا مش عايزين مريض مصري يكون بيعاني او تعبان
من ونتيجة ان هو مش لاقي حتة يتعالج فيها او ان هو عنده يعني نقص في الامكانيات، لا احنا نستطيع ان احنا نتدخل كدولة ونقدر ان احنا يعني ننتهي من هذه القوة الانتصار. عملنا انجاز كبير جدا في 20 يوم بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان. الحقيقة ان معالي الوزيرة عملت بلاتفورم او عملت هيكل كامل ازاي يكون المستشفيات شايفة بعضيها، ازاي يكون في تكامل في كل الاحتياجات والامكانيات، ازاي يكون المريض بسهولة ويسر يسجل نفسه لو هو عنده موجود على قوائم الانتظار. واحنا تأكدنا من ده النهاردة، ومن يومين انا كنت في عين شمس في الدمرداش وشفت العمليات اتعملت في الدمرداش او في مستشفى العبور او في عين شمس التخصصي، والمنظومة ومتابعين لحد اسيوط لحد اسوان لحد اسكندرية الدلتا، تعاون شبه يومي بغرفة عمليات معالي الوزيرة بتقودها عشان تشوف المحافظات مصر كلها ماشية ازاي، وبتتواصل يوميا مع الجامعات في كل محافظة ومع عمداء الكليات في كل محافظة علشان نطمئن ان الخدمة اللي بنتكلم عليها دي بتقدم في كل حتة في مصر علشان ننتهي من هذه القائمة وما يبقاش في قائمة ان شاء الله في المستقبل. يا سيادة الوزير، حضرتك ذكرت جزء اهم هو الذي يتعلق ايضا بالعمل المستشفيات الجماعيه في مختلف المحافظات المصريه وليس فقط العاصمه، فلو نوضح هذا الجزء، دور المستشفيات الجماعيه في المحافظات وايضا تقريبا الاعداد التي تعاملت معها المستشفيات الجماعيه بشكل خاص. يعني احنا بنتكلم على 110 مستشفى، يعني يمكن نطاق القاهره فيهم 25 26 مستشفى، القاهره والدمرداش والقصر العيني، لكن الباقي الكم الكبير ده كله موجود في صراح طبيه علاجيه. المنصوره حاجه يعني صرح طبي عظيم، الاسيوط صرح طبي عظيم، اسكندريه حاجه كبيره جدا، المنوفيه، البنها، يعني لو جينا منيا بني سويف، نمتلك كمستشفيات جماعيه كوادر بشريه مؤهله، امكانيات عاليه جدا، لكن الضغط علينا والاقبال على المستشفيات الجماعيه مع وزاره الصحه كبير جدا. طاقتنا تسمح، امكانياتنا ضعيفه شويه، بنعمل تكامل دلوقتي، بنعمل ترشيد للنفقات عن طريق الشراء المركزي، توحيد المستلزمات والمستهلكات. قدرنا احنا كمستشفيات جماعيه في 20 يوم نشتغل ما يقرب من 110 حاله 1010 حاله انا اسف 1010 حاله، دول ما بين عمليات قلب مفتوح، عمليات قسطره قلبيه، عمليات زراعه اعضاء، عمليات زراعه قوقعه، عمليات علاج اورام، علاج مخ واعصاب، تغيير مفاصل، من كل القوائم قدرنا مع وزاره الصحه قدرنا نعدي كم كبير جدا من الحالات في وقت قياسي اعتبره. بشكر حضرتك سيادة الوزير، وبالانتقال لوزيرة الصحة دكتورة هالة، يعني سيادة الوزيرة جولات مستمرة لحضرتك بنتابعها مع كل جولة، متابعات مستمرة أيضا سواء للمستشفيات أو غرفة العمليات، فإلى أين وصلت مبادرة السيدة الرئيسة الخاصة بالقضاء على قائمة الانتظار؟ احنا من اول يوم في اطلاق مشروع التامين الصحي، حزمه التامين الصحي اللي جزء منها قوائم الانتظار، اشتغلنا يوم 6/7. الحقيقه انا في تنسيق كامل مع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي من اول يوم حلف اليمين، من اول يوم احنا اشتغلنا مع بعض، ودعاني دعوه كريمه جدا لحضور المجلس الاعلى للجامعات، ويعني التنسيق ما بين مستشفيات وزاره الصحه والمستشفيات الجامعيه ومستشفيات القوات المسلحه والشرطه ووادي النيل وكل المستشفيات دي هو اللي هينجح المنظومه. احنا عملنا غرفه عمليات، عملنا الويب سايت والكول سنتر، احنا عندنا قوائم الانتظار وبندعو وبنتصل بالمرضى ييجوا ياخدوا الخدمه، وكمان اتحنا لهم ان هم يسجلوا بنفسهم. الجديد في منظومه الويب سايت اللي هي فاتحه بقى لها 10 ايام ان دلوقتي ربطنا المستشفيات الجامعيه بالمنظومه دي، فبقينا نريفير او نبعت الحالات الكترونيك وانس جاست انها عملت تسجيل، بنشوفها دي حاله ايه وفي محافظه ايه، لو وزاره الصحه فيها مستشفى بنبعتها، في نقص او زياده في الحالات بالنسبه لامكانيات وزاره الصحه بنحيل للمستشفى الجامعي. الكترونيك يومي ريبورت بيروح للمستشفيات الجامعيه ومستشفيات وزاره الصحه والقوات المسلحه ومستشفى وادي النيل والشرطه. ده خلى المنظومه اسهل. بنشتري دلوقتي المستلزمات مع بعض، كلنا بنشتري اللي يكفي مصر كلها مش وزارة الصحة بس. عملنا منظومة تسعير التأمين الصحي الجديد وبدأنا نطبقها في 9 تداخلات دي. الحالة اللي حصلت من قوائم الانتظار هي حالة إيجابية جدا، بتدعو للتفاؤل الشديد ان فعلا مصر قادرة بأسرع ما يمكن على تطبيق منظومة تأمين صحي شامل بأولادها وبأساتذتها. المستشفيات الجامعية
كانت وما زالت هي اللي بتعلم جميع الأطباء، بالإضافة لبعض الأماكن زي مستشفيات هيئة المستشفيات التعليمية. تدريب الطبيب المصري ده من أهم الحاجات اللي هتعمل استمرارية في الخدمة، وده حاجة كبيرة جدا بتقوم بها وزارة التعليم العالي. بشكرهم جميعا، وأنا حاسة إن الفترة الجاية إن شاء الله في وقت أسرع من كده هنقضي على قوائم الانتظار، معدلات قوائم الانتظار والانتهاء منها أسرع من المعدلات الزمنية اللي احنا كنا حاطينها، لأن الحالة الإيجابية الناس بتشتغل حتى يوم الجمعة. فأنا بشكر جميع مقدمي الرعاية الصحية في كل مصر، وهم حاطين المريض هدف ليهم ان هم يخففوا معاناته. شفت وزير حضرتك تحدثتي عن 6 أشهر ربما هي فترة زمنية نستطيع فيها أن نقضي على قائمة الانتظار، وحضرتك الآن بتتحدثي أن ربما هذه الفترة الزمنية ربما يعني تكون أبكر وقت القضاء على قائمة الانتظار، فتقريبا المدة التي نتحدث فيها والعدد الذي تعاملنا معه حتى الآن والعدد المستهدف إجمالي العدد اللي تعاملنا به مع إحنا والمستشفيات الجامعية أكثر من 3800 حالة، والرقم ده متزايد يومي. يعني النهاردة في معهد القلب حوالي أكتر من 50 أو 55 حالة قلب مفتوح وأسطرة اتعملت النهاردة لغاية دلوقتي، يعني لسه برضو الناس بتشتغل بقية اليوم. هنخلص الحاجات دي أسرع مما كنا نتوقع. التحدي مش إن احنا ننتهي منها، أنا متفائلة جدا إن احنا هننتهي في أقرب وقت، لكن التحدي إن احنا نمنع قوائم الانتظار، وده المنظومة اللي احنا حطيناها وستبقى. عشان كده عملنا الويب سايت واللي مربوط بنفقة الدولة والتأمين الصحي وبجميع مقدم الخدمة سواء في وزارة الصحة وغيرها، بحيث ان احنا مجرد الحالة هتتسجل من المستشفى مش من المريض بقى دلوقتي، مجرد انها تخش من المستشفى تعمل لها نفقة دولة او تأمين صحي، في ساعتها هنعرف هو رايح فين ونتابعه. فده منظومة متكاملة كأننا نشتغل تحت مظلة واحدة، وده هيمنع الفراجمنتيشن اللي كان موجود في المنظومة الصحية. شكرا حضرتكم، شكرا جزيلا، شكرا لك. يعني إذن أحمد كان هذا لقائنا مع سيادة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد وأيضا وزير التعليم العالي في إطار الجولة المستمرة لتفقد المستشفيات التي تشترك في المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس والخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار. إذن هي دعوة مفتوحة من وزارة الصحة لمن حصل على قرار خاص بالعلاج على نفقة الدولة أن يتقدم على الموقع الإلكتروني أو يتصل بالخط الساخن لتسجيل البيانات، ومن ثم بيتم تحويله على المستشفى المختصة بعلاج حالته للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة. أعود إليك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك جرمين إبراهيم، منضمة إلينا على الهواء مباشرة من معهد القلب، وكان معها كما تابعنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار ووزيرة الصحة دكتورة هالة زايد. شكرا للجميع. أعود مجددا إلى ضيفي في الاستوديو دكتور أشرف عمر. أشكر حضرتك دكتور أشرف بداية على بقائك معنا وطول بالك. سنعود إلى الجزئية التي توقفنا عندها وهي مسألة فعالية الدواء، لأنها مسألة قد تبدو هي الأهم على الأقل في محاولة لغلق التخرصات التي هلأ دي نقطة مهمة، وكنت عايز أسترسل فيها شوية من خلال برنامج حضرتك، لأن طلع إشاعات كتيرة قوي مغرضة الحقيقة، وإحنا يعني أسفين جدا لهذه الإشاعات بتشكك في، للأسف يعني بتمس مسألة في غاية الحساسية والخطورة، يعني صحة بتشكك في كفاءة العلاج وتشكك في كفاءة العلاج المصري، وبتشكك إنه قد يكون ليه أعراض جانبية وإن هو ممكن يسبب سرطان الكبد. فأنا من خلال برنامج حضرتك بقول وبأؤكد إن هذا، للتوضيح أنا لست من أصحاب البرامج، يعني إحنا في إطار خدمة إخبارية، البرنامج اللي هو البرنامج الإخباري للقناة. طيب بأؤكد، ويمكن يعني هو برنامج قوي جدا، يعني بأؤكد للجميع إن هذا العلاج آمن بنسبة 100%. حضرتك أشرت حتى يعني لمن وصلوا إلى مرحلة التليف، ففعالية الدواء حاضرة وتصل ل90%. يعني بالضبط، آمن للي ما عندوش تليف خالص، نسبة نجاحه مرتفعة جدا، آمن حتى للناس عندهم نسب تليف مختلفة. كل القصة إنه الناس اللي عندهم أورام في الكبد أو كان عنده ورم وتم علاجه، هم دول الناس اللي هو لابد من بعض الاحتراز، وطبعا الاحتراز ده تحت رعاية استشاري الكبد، لأنه في بعض الحالات الناس اللي خدت العلاج وفي وجود الورم ده ساعد إن الورم ينتشر بصورة أو بأخرى. فالناس دول المفروض هم دول الناس الوحيدين اللي هم بتعمل لهم بعض الإجراءات قبل العلاج. لكن أي وجود حد، وجود الورم حتى لا يمنع من تلقي العلاج،
لابد من أخذ بعض الاحتياطات. تاني، أي شخص كان عنده ورم وتعالج أو عنده ورم في الكبد في الوقت الحاضر لابد من الرجوع إلى استشاري الكبد، لأن في بعض الخطوات الاحترازية اللي لازم تتم الأول، لكن ما ينفعش البدء العلاج على طول. لكن أي تاني، أي شخص عنده الفيروس بياخد العلاج بدون أي مشاكل خالص وبدون أي أعراض جانبية على وبدون أي مضاعفات، بالعكس ده هو الفيروس. طبعا العلاج، أخذ العلاج بعد تمام الشفاء طبعا كل المشاكل اللي كانت ممكن تحصل من الفيروس بتنتهي، وهي مشاكل كتيرة جدا، من ضمنها التليف، من ضمنها أورام الكبد، من ضمنها الاستسقاء، من ضمنها زراعة الكبد. حالات زراعة الكبد بتقل لأن بقى ما بقاش في حد محتاج يعمل زراعة كبد. القيء الدموي، كل دي حاجات بتقل، كل المضاعفات اللي ليها علاقة بتليف الكبد بتقل تماما وبتنتهي. فيعني من هذا المنطلق احنا بنتكلم وبنقول يعني نرجو ان احنا نخلي بالنا من الاشعاعات المغرضة دي ونشوف الالاف المؤلفة اللي اخذت العلاج وخفت. المدة الزمنية اللي بتستلزم اصلا لتقدم المريض اللي تيقن من اصابته بفيروس سي لبدء استقبال العلاج وتلقي اولى الجرعات، وكذلك الفوارق الزمنية بين حالة وحالة للتأكد من فعالية الدواء او للتحقق من فعالية الدواء. اولا هو التشخيص بياخد يعني ايام قليلة جدا يعني في وجود الفيروس، ولما بنعرف ان في وجود فيروس بنعمل بعض الاشياء برضو في التشخيص، ان احنا بنعمل موجات صوتيه ونتاكد هل في تليف ولا ما فيش تليف، وبنتاكد هل في اورام ولا ما فيش اورام. يعني في بروتوكول واضح جدا، يعني مش اي حد كده يلا خد صحيح، لا ده هو في بروتوكول بتعمل الفيروس، لما نتاكد ان في فيروس بتعمل تحليلات اخرى لتاكيد وجود الفيروس، وبعد كده بنعمل موجات صوتيه، وقد نعمل كمان حاجات علشان نشوف هل الفيروس عمل ادى الى تليف ولا لا، او لو كان في تليف درجته ايه. بعد كده بنبتدي العلاج على طول. دي خطوات بتبتدي بتاخد 3 4 ايام وبنبدا فورا في العلاج. في ناس بتاخد 3 اشهر فقط، في ناس تاخد 6 شهور على حسب درجه الاصابه. ده بيخف وده بيخف، ونسب الشفاء كلها معديه فوق ال 90%. اللي ما عندوش نسب تليف خالص وصل ل 98%، اللي عنده نسب بتقل الى 92%. فبدون اي مشاكل على الاطلاق، بالعكس ده المضاعفات، كل المضاعفات بتقل. دكتور اشرف، هل في فئات عمريه مثلا، فئات في محيط اجتماعي، فئات بتمارس مهنه معينه يتعين عليها مثلا ان تعجل مساله اجراء التحاليل؟ هل هناك فئه هي اكثر امانا من 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 فكره الاصابه، ولا الاصابه بالفيروس لا تفرق؟ ده سؤال مهم جدا. في بلد زي مصر نسب الاصابه عاليه جدا، فاذا يعني احنا عندنا كانت اعلى نسب في العالم خالص كله، فيبقى اذا في بلد زي مصر معدل الانتشار كبير. هو ليس ادل على ده، انا اسف على المقاطعه، لكن حاجة بتشير لبعض القرى في دلتا مصر سجلت 100%. ده مساله كانت لا تصدق يعني. بالظبط، لما تكون في بلد زي كده يبقى السن مش مهم. صحيح، كل المراحل السنيه معرضه، وبالتالي كل المراحل السنيه طبعا لابد من عمل الفحص. اكتر فتره سنيه اللي هي من العشرينات للثلاثينات للاربعينات للخمسينات، اللي هي فتره من 20 ل 40 50 سنه، لان دي الاكثر عرضه للاصابه بالفيروس. بيروح طالع نازل، ممكن يروح لدكتور سنان، ممكن يروح لدكتور حلق صحه، ادوات تجميل مش نظيفه، يعني معرض اكثر من السن الصغير قوي او السن الكبير قوي. لكن دي الفتره السنيه اللي هي الاكثر عرضه، ودي اللي المفروض تتعمل لها المسح الشامل في الفترة دي بالذات، وعلى طول بياخد العلاج فورا يعني. بس اهم حاجة ان هو تحديد درجة الإصابة، هل في تليف ولا ما فيش، ودرجة التليف ايه بالظبط. دي نقطة مهمة جدا. مختلف المستشفيات، حكومية او خاصة، مستشفيات جامعية او مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، طالما اننا بنتكلم لسه عن مسألة التنسيق بين الجهتين، كل المستشفيات او كل المراكز الصحية دي متاح فيها اجراء التحليل ولا في مراكز؟ التحليل بسيط جدا، هو عملية المسح عشان تبقى الناس عارفة المسح بيتعمل ازاي. بتحليل دم وبموجات صوتية، اساسا بيبتدي بالتحليل الدم. تحليل الدم ده عبارة عن عين الدم بسيطة جدا، يعني بتاخد حاجة ويعني حتى قيمتها المادية لا تذكر، وبتطلع نتيجتها على طول تقريبا بصب شبه فوريه. ده المسح. نعم. بعد كده لما يتاكد من وجود الفيروس بيتعمل حاجتين كمان لتاكيد وجود الفيروس
ولتحديد شدة الإصابة قبل البدء بالعلاج فورا. مسألة كلها حاجات كلها بتتكلم حضرتك في أيام قليلة جدا. احنا بنستهدف الوصول تقريبا لمعدلات إصابة بالفيروس تصل لصفر 0% من حالات الإصابة. المعدلات العالمية من 1-2%. نعم. يعني أي مرض عشان ما يبقاش مرض منتشر ووبائي لابد ان هو يكون اقل من 2%. يعني بشكل علمي فكره 0% مش ورد. مش هنقول صفر هي صفر دي خالص طبعا. نعم. نتمنى ان يكون صفر، لكن المرض علشان ما يكونش بصوره وبائيه لابد ان هو يكون اقل من 2%، وهو ده المنتظر ان احنا نحققه ان شاء الله في خلال الفتره الجايه. تحقق المستهدف والمساله مضغوطه يعني احنا. آه. المستهدف تقريبا الوصول في 2020 المعدلات. اتعمل انجاز كبير. نعم. جدا يعني الناس مش مدركه حجم الانجاز اللي اتعمل على فكره ده. يعني في كل فتره لما بنطلع بره في المؤتمرات الدوليه والعالميه بنشوف. انا كنت لسه اسال حضرتك عن صدى ما انجز في مصر على المستوى العالمي، لكن الاليات المتبعه كافيه للوصول للمعدلات المستهدفه في 2020؟ التجربه المصريه تجربه بتدرس دلوقتي ويشاد بها حتى في منظمة الصحة العالمية، بتشيد في كل فرصة بتشيد بالتجربة المصرية. قدرنا نخلص كل قوائم الانتظار، احنا اللي بندور على الناس اللي عندها الفيروس عشان نعالجها. وفي نقطة بقى وهي الأهم اللي هي رقم 3 اللي هو منع انتشار الفيروس تاني، وهي دي الأهم. يعني احنا النهاردة دكتور مثلا وحدة صحية في مكان ما لا تتبع الأسلوب الأساليب الصحية والتعليمات الصحية المضبوطة، ده مصدر لانتشار الفيروس تاني. صحيح. دي النقطة. بعض مراكز الدم يعني الجهة المفروض اللي بتستقبل المريض للعلاج قد تكون بعدم اتباعها الإجراءات سبب أصلا في الإصابة بيه. دكتور سنان ما بيتبعش الإجراءات بتاعة التعقيم البروتوكول المضبوط، مشكلة كبيرة جدا. مراكز التجميل بقت انتشرت في كل حته دلوقتي، اللي بيعملوا تاتو مش عارف ايه والبيرسينج والحاجات دي كلها، ما دي كلها حاجات مصدر من لانتشار الفيروس. فاذا لو ما قدرناش نعمل كنترول على هذا الانتشار، كل الجهود اللي اتعملت في الخطوه الاولى وهو العلاج الشامل والخطوه الثانيه وهو المسح هتروح وهتبوظ وهتبقى مجهودات للاسف ضاعت. صح. لو ما قدرناش نعمل كنترول على انتشار الفيروس، ودي نقطه في غايه الاهميه. دكتور اشرف، انا في البدايه تحدثت عن من غير كلام اعطي كلام حضرتك. كان في تعاون مع ال WHO ومنظمه الصحه العالميه. انا مباشره كنت اسال حضرتك عن تدرس ادهانوم سكرتير عام منظمه. أيوة. الصحه العالميه في البدايه، وهو يشيد بالتجربه المصريه، ما يعني ان المنظمه نفسها اصلا بتتابع المساله بشيء من العلميه. وبتساعد مصر في انشاء مصنع للسرنجات ذاتيه الدستركشن اللي هي يعني استعمال مره. نعم. مره واحده وبتبوظ، تتلف بعد الاستعمال الاول. تتلف فورا علشان ما تستخدمش تاني. بتبوظ. آلية من ضمن اليات الوقايه لو حضرتك احد. نعم. الاليات المهمه. احد الاليات. لكن انا عايز اقول حضرتك انه هنا دور الشعب بقى، دور الناس اللي عندها وعي. وحضرب حضرتك مثل زمان لما كان عندنا مشكله كبيره وهي مشكله البلهارسيا والتي تم القضاء عليها تماما من وعي الناس، وجود العلاج المناسب مع الوعي منع الانتشار والاستمرار الانتشار في المشكله. فهو هنا يجي بقى الشعب المصري، وهو يالي يعني عانى الكثير والكثير. ما فيش بيت في مصر ما كانش فيه عنده شخص ما كانش عنده مشكله فيروسية، سواء في القاهره او في المحافظات. فالمشكله مست بيوت كثيره لم تكن يعني مست جميع البيوت المصرية. طيب. فمن هذا المنطلق. نعم. الناس لابد أن يكون عندها حرص شديد ووعي شديد من تكرار المشكلة وتكرار التجربة. دكتور أشرف. نعم. السياحة العلاجية مش تعبير في جانب من الرفاهية. نعم. لأن هناك دول تعتاش أصلا بالجانب الأكبر على سياحتها على السياحة العلاجية. التجربة المصرية. أيوة. كما أشرت حضرتك هي محل متابعة من مختلف جهات العالم وصولا إلى منظمة الصحة العالمية. هل استثمرنا هذا المنجز على المستوى الأمثل؟ للأسف لا. يعني استثمار ضعيف جدا. يعني كان اصل استثمار يبقى لابد ان حضرتك تعمل تسويق. نعم. صحيح. حضرتك بتسوق لسلعه عند حضرتك قويه جدا تملك كل المقومات بتاعتها، واهم مقومات ان انت اصلا بلد سياحي، وزاد عليها ان انت عندك احسن علاج في العالم بسعر غير تنافسي، غير قابل للتنافس. نعم. فحضرتك عندك 2 جوكر لا ما لهمش اي بديل.
فلابد من استثمارهم، استثمار بسيط جدا يعني. بالصدفه كانت على مستوى المستويات البسيطه كده، حد عارف ان مش عارف عندنا ايه، فجي انا عالجت ناس من انجلترا، جم ياخدوا العلاج ويتفسحوا، اخذ العلاج وتفسحوا، ولا تتصور تجربه قد ايه ممتعه بالنسبه لهم، وراجعين بيشيدوا بقد ايه ان مصر دي ام الدنيا. جم وتفسحوا وتعالج العيان. نعم. هناك الدواء بيتكلف حاجه بتاعت اكتر من 70 او 80 الف جنيه استرليني. نعم. مش في مقدرته اصلا. صحيح. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور اشرف عمر، استاذ زراعه الكبد في جامعه القاهره. نتحول مع حضراتكم الى فاصل قصير، نعود من بعده لاستكمال هذه الجمله.